انا حاجات لو زول ما حاضرها بقول من المستحيلات. مرات الهواء قبل ما تيجي المطره في حيطان بتتكسر قبل ما تيجي المطره، حاجه فوق الزين كده زي الطيور عصافير كده بتعمل. في ناس عيالهم من المية الكتيرة اتخنقوا، في ناس ماتت وفي ناس عايشة وطلعت خلاص. والفيضانات دي والله فقدتنا أسر يعني. دي ما شفت في ناس طلعوا من تحت التراب، والله بتدي طلعوا نفس الحاجات دي، استنشقت الموعي دي أكتر والله إلا كم مرض بتدي تعبت و... أتمنى السودان تبقى جميلة يعني، يبقى الجو متوسط ده اللي أنا بتمنى. وأنا لو كنت رئيسة هخلي البلد تبقى جميلة وفيها حدائق وفيها نجيل وحاجات زي. أنا هبقى العالم كله يبقى تلج، يعملوا كور ويحدفوا على الناس. والله بحلم إنه ألقاهم متعلمات، إن أنا عندي تعليمهم بالنسبة لي حياتي أنا. إن أنا شايفة إنه كل حد بيحلم بحلمه، لو أي حد حقق له الحلم ده هيبقى مبسوط.